أعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله بإذن الله اليوم إحنا على موعد مع حصة جميلة جدا وهي الأدب. طبعا كلنا بنخاف من الأدب، لكن بقول لك ما تخافش، إن شاء الله هنشرح النهاردة إن شاء الله الأدب الوجداني لخليل مطران. ويسعدني ويشرفني أن يحاضر معي في هذه المحاضرة أخي وصديقي العزيز دكتور حسام البدر. تفضل يا دكتور. السلام عليكم استاذنا، ازاي حضرتك؟ اعزائي طلاب الحمد وطالبات لله. الصف الثالث، معاكم النهارده طبعا اتجاه من مدارس الادبيه والاتجاه الوجداني او الاتجاه الرومانتيكي او الرومانسي، تمام؟ وان شاء الله تكون مع بعض كده حصه ان شاء الله شيقه باذنك يا رب. اتفضل يا استاذ. نبدأ أبنائي وبناتي الطلاب بالصورة الجميلة اللي قدامنا دلوقتي. من هذا الرجل؟ هذا الرجل هو خليل مطران، ونقول مطران وليس مطران. خليل مطران يا أولاد هو زعيم الاتجاه الوجداني والرومانتيكية العربية على مستوى الوطن العربي. خليل مطران هو من وقف أمام تيار كبير جدا وهو المدرسة الكلاسيكية. كان واقف في بداية الأمر في خوف شديد، لذلك أعلن عن هذا الاتجاه في مقدمة الديوان. بعد كده تفوق الاتجاه الوجداني على جميع المدارس السابقة بفضل خليل مطران. خليل مطران الصورة اللي قدامنا دي يا أولاد كان أب روحي لجميع المدارس الرومانتيكية بعد كده، مثل مدرسة أبولو ومدرسة المهجر ومدرسة الديوان وجميع المدارس الرومانتيكية. نبدأ كده ونسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. عندي مقومات الاتجاه الوجداني. عاوزين نتكلم يا دكتور حسام عن بداية الاتجاه الوجداني وكيف قام الاتجاه الوجداني. اتفضل يا دكتور. طبعا زي ما ذكر كده استاذ احمد طبعا، وقال الاتجاه الوجداني. طبعا الاتجاه الوجداني او الرومانتيكي، الاب الروحي للمدرسه الرومانسيه هو خليل مطران. هنا طبعا يا شباب مقومات الاتجاه الوجداني او اسس الاتجاه الوجداني. اولا، يقوم الاتجاه الوجداني في الشعر العربي على عده اسس. من اهم هذه الاسس اكتشاف الفرد لذاته والعمل على النهوض بها. ثانيا يا شباب، اعتزاز الفرد بالثقافة الجديدة والوعي الاجتماعي، ثم التطلع إلى المثل العليا والإنسانية من حرية، كرامة، إنسانية، عدل، مساواة، حب، إخاء، تواصل، عشق، وللجمال ومجافاة للقبح والتخلف والظلم. ويمكن هنا يا شباب احنا طبعا الوضع تغير كثيرا. الاكتشاف الفرد لذاته، تمام، هيجيني مثلا بيت شعري، تمام، ممكن أقول غلبتني صروف ظهري على صبري. يبقى حضرتك هنا بكتشف الفرد الذات. وأصعب حاجة يا شباب إن الذات دي حضرتك لازم أكتشفها. ويمكن الإنسان دايماً لما يكتشف الذات يا شباب ويعمل على النهوض بها، دي أفضل حاجة. كذلك الاعتزاز بالثقافة يا شباب. ممكن حضرتك على سبيل المثال ممكن نقول إن فرنسا وهي التي ضربت في كل مجد بالسهم، فالسهم تحيا فرنسا وكل نابغة أفاد مصر بالغنى والعلم. يبقى هنا حضرتك ده ثقافة جديدة. أما حضرتك التطلع للمثل العليا والإنسانية، تمام، ممكن أقول لك غلت الحياة فإن تريدها حرة كن من أباة الضيم والشجعان. يبقى هنا يا شباب هتيجي لوضع كده، وضع الأسئلة. فإذا مقومات الاتجاه الوجداني تاني، اكتشاف الفرد لذاته والاعتزاز بالثقافة الجديدة والتطلع للمثل الإنسانية العليا. شكرا دكتور حسام على الإضافات الجميلة دي. طبعا يعني دكتور حسام قال لنا أبيات شعرية جميلة. يا أولاد إحنا مش عاوزين نحفظ حاجة خالص، إحنا عاوزين نفهم المضمون للكلام إيه. يعني أبو القاسم الشبي لما يقول لك إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، ويجيب لك سؤال مثلا ويقول لك ما مقومات الاتجاه الوجداني، او حدد سمه او مقاومه من مقومات الاتجاه الوجداني، سمه من سمات الاتجاه الوجداني. في الوقت ده ما اقدرش اقول اكتشاف الفرد لذاته،
ما اقدرش اتكلم عن اعتزازه بالثقافه الجديده، لا ده انا هتكلم عن اختار الاجابه بتاعه المثل العليا من الحريه والكرامه. يبقى انا بوظف الابيات او الادب اللي قدامي في ابيات الشعر، اقدر افهم هذه الابيات بتتكلم عن ايه وبتقول ايه. نبص مع بعض كده. يقول عبد الرحمن شكري: وانما الشعر احساس بما خفقت له القلوب كاقدار وحثان، من كل معنى يروع الفهم طائله، معنى من الجاني في لفظ من الجاني. لو جينا نبص هنا، ميز مما يلي السمة الشعرية الظاهرة لمطران. طبعا احنا اتكلمنا ان مطران هنا بيتكلم عن شعر جديد، هذا شعر عصري وفخر انه عصري. طب انا بتكلم هنا السمة الشعرية، بص معايا كده في التوظيف بعد اذنك، يعني قبل ما نقولها انا عاوزك تفهمها. في البيت الثاني: من كل معنى يروع الفهم طائله، معنى من الجاني في لفظ من الجاني. يبقى القضية اللي بيتكلم عنها هنا قضية اهتمامه بشعر المناسبات، ولا التعبير عن المعنى الصحيح باللفظ الصحيح، ولا وحدة البيت والبعد عن الوحدة العضوية، ولا غلبة الجانب البياني؟ أكيد البيت الثاني واضح، فأكيد عندي إيه؟ التعبير عن المعنى الصحيح باللفظ الصحيح. نشوف بقى دكتور حسام، يا دكتور معانا؟ معك يا فندم. وانا يمكن كان في تعليق بسيط كده على البيت، حضرتك لو رجعت الشريحه لاولادنا. ارجع يا باشا، اتفضل اتفضل يا دكتور. طبعا خلي بالكم يا شباب، طبيعي كده كده. اولا يعني ممكن نستبعد حاجات كتير جدا. هو بيقول السمه الشعريه الظاهره لمطران. طبعا حضرتك عندي لو انا قلت اهتمامه بالشعر للمناسبات، ده ما كانش موجود اصلا، وده موجود طبعا في الاحياء والبعد. لو انا قلت وحده البيت، لا برضو دي برضو مدرسه الاحياء. عندي غلبة الجانب البياني، ده سمة أساسية. يبقى حضرتك عندي التعبير عن المعنى الصحيح باللفظ الصحيح. وسيبك كمان من النقطة دي، الأستاذنا من شوية قال إن البيت الثاني، بص كده قال لك إيه، من الجاني في لفظ من الجاني. شوف كلمة لفظ، فهتلاحظ إن التعبير عن المعنى الصحيح باللفظ الصحيح. فلذلك أنا عايزك تعي وتفهم على قدر، زي ما قال أستاذنا كده، مفيش حفظ، في حضرتك فهم استنتاج تقدر تستنتج. ويمكن انا بشكر صديقي على البيت الجميل ده. ننتقل بعد كده يا استاذنا. النشأة بقى يا شباب، اولا طبعا مرحلة النشأة بدأ الاتجاه الوجداني يحاكي الرومانتيكية الغربية مع حركة الاحياء. واقول لك ركز معايا كده، حركة الاحياء اللي ردت للشعر العربي ما كان فقده من لمسات وجدانية. يبقى حضرتك لما يجيني كده يسأل لي يقول لي ردت الشعر العربي اللي هي حركة الاحياء ما فقده من شعر مناسبات، ولا حضرتك لمسات وجدانية؟ هقول له لمسات وجدانية ذاتية. بعد كده حضرتك المرحلة الثانية، زي طفل حضرتك ده بيبدأ ثم ينمو مع حركات التجديد، تمام؟ ودي مرحلة النمو. مين حضرتك رائد المرحلة دي؟ مطران. بعد كده كبر شوية وبدأ يزدهر منذ العقد الثالث من القرن العشرين، بقول لك ازدهر على يد رواد مدرسة الديوان ومدرسة أبولو والمهاجر. ركز معايا كده يا سيدي، يعني حضرتك ازدهر على يد، اجي اقول لك ازدهر على عاد خليل مطران، ولا مدرسه الديوان ومدرسه ابو اللون المهاجر، تمام؟ ولا الثانيه والثالثه والرابعه؟ طبعا الثانيه والثالثه. انا ما قلتش ازدهر على يد مطران، انا قلت ازدهر على يد الديوان وابو اللون والمهاجر. تراجع بقى، خلاص كبر بقى، ودي مرحله التراجع في الحرب العالميه الثانيه امام تيار اسمه تيار الواقعيه الجديده، تمام؟ فتيار ده بسبب بعض ايه بقى؟ المتغيرات بقى الثقافيه والاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه. يبقى حضرتك هنا دي يمكن هنقول ظهرت مدرسه جديده اللي هي الواقعيه، وسياتي الحديث عنها، تمام؟ لاحظ كمان صديقي، سنجد شعراء ضمن التيار الوجداني هم ايضا من رموز التيار الواقعي لتغير تحول الشعر، تمام؟ بعد الحرب العالميه الثانيه، زي الشاعره العراقيه نزق الملائكه، ودي مؤسسه التيار الواقعي على الفكره، وكانت علم من اعلام مدرسه ابولو، وهي من مدارس التيار الوجداني. يبقى كده حضرتك هي دي النشاه، يعني كانه طفل بدا ثم نما ثم كبر شويه وازدهر ثم تراجع خلاص كبر في السن. فده حضرتك هي نشاه الاتجاه الوجداني. كلام رائع. ونقدر نضيف يا اولاد هنا ان اي حاجه بتبتدي في الحياه عمرها ما بتبدا قويه، يعني عمر الانسان ما بيصل الى القمه مره واحده. فأكيد الاتجاه الوجداني بيتكلم عن محاكاة، يعني بدأ يقلد أوروبا وإنجلترا خاصة فرنسا، وكان ظاهر في نفس وقت الإحياء والبعث. بعد كده بدأ يطور نفسه بنفسه يا أولاد، بدأ يجدد. مطران خلاص
ادى البذره وزرع البذره اللي تفوقت وازدهرت في 1925 في العقد الثالث من القرن العشرين. لان تلاميذه، انتوا عارفين التلميذ اللي يتفوق على استاذه؟ زي ما احمد شوقي كده وحافظ ابراهيم اتفوقوا على استاذهم البارودي، كذلك عندك عباس محمود العقاد وابو القاسم الشابي وابراهيم ناجي وعبد الرحمن شكري، الناس دي كلها تفوقت على استاذها مطران. وبعد كده خلاص عشان الظروف الاقتصاديه الطاحنه والحروب العالميه خلاص الاتجاه الوجداني تراجع، لان بقى فيه واقع. وزي ما دكتورنا قال، نازك الملائكه هي مؤسسه التيار الواقع. نبص هنا على سؤال كده جميل بيناقش الموضوع بتاع النشأة. احنا اتفقنا مع بعض زي ما الدكتور حسام قال وانا قلت لك دلوقتي، ان بدأ الاتجاه الوجداني مع الرومانتيكية الغربية، وبدأ مع حركة الاحياء والبعث، فهم الاتنين في سجال، يعني ساعات يتفقوا ساعات يختلفوا، فعلش الموضوع ايه متشابه بينهم. فقلنا نطبق هنا بسؤال جميل، الشاعر بيقول ايه؟ خليل مطران: سنى الشرق من أي الفراديس تنبعه. والفراديس طبعا مفردها يا أولاد فردوس، وهي الجنة، ربنا يسكننا الفردوس الأعلى. ومن أي آفاق النبوة تلمع، وفي أي أطواء القرون تنقت بمصباحك الدنيا يشب ويسطع. طلعت على الأهرام والكون هامد، وأشرقت بالإلهام والناس هجعوا. هجعوا يا أولاد يعني نائمين، اكتبوا كده معايا. طلعت شعاعا عبقريا، كأنما عبقري يعني متفرد، يعني عبقري يعني فز ليس له مثيل، كأنما من الحق أو نور البصائر تطلعه. حدد مما يلي سمة من سمات التوافق بين الكلاسيكية والرومانتيكية. هنا احنا بنناقش النشأة بقى. احنا اتفقنا مع بعض زي ما قلنا دلوقتي ان الاتجاه الوجداني ظهر مع الرومانتيكيه الغربيه ومع ظهور الكلاسيكيه، فهم تشابهوا في ايه هنا؟ انا بطبع على بيت، فالابيات اللي قدامي دي بتقول لي ان في توافق. طب نمسك واحده واحده كده مع بعض، هل هم توافقوا في تحليل العواطف الانسانيه؟ هقول لحضرتك على حاجه، هو الاتجاه الوجداني ده يعني مشاعر واحاسيس، يعني تحليل العواطف الانسانيه ده خاص بالرومانتيكيه مش خاص بالكلاسيكيه. احنا اتفقنا مع بعض ان الكلاسيكيه دي عباره عن بتناقش قضايا المجتمع، العالم الاسلامي الخارجي، الناحيه البيانيه، يعني هم اصلا مش عندهم تحليل العواطف الانسانيه. فانا كده بوظف المدرسه الكلاسيكيه في المدرسه الرومانتيكيه، فعرفت ان تحليل العواطف الانسانية مش موجودة في الكلاسيكية، فمش اقدر اقول ان دي عنصر من عناصر التوافق. اتفقنا كده يا اولاد؟ يبقى انا استبعدت الاجابة الاولى عشان عارف ان هم ما عندهمش توافق في العواطف الانسانية، يبقى استبعدنا واحد. طب ناخد لتقدير الحب والخير والجمال، الحاجات دي جميلة، ولكن انا لما جيت خدت الكلام ده خدته في الرومانتيكية بس، قلت في الرومانتيكية انه عندهم على ما يقوم الاتجاه الوجداني، على أهمية اعتزازه ونشأته وعظمة المثل العليا، تقديره للمثل العليا من الحق والخير والحب والجمال، فدي خاصة بالمدرسة الرومانتيكية، فما فيش توافق. طب الوحدة العضوية، لو جينا نبص مع بعض الوحدة العضوية يعني ايه وحدة عضوية يا أولاد؟ الوحدة العضوية تكتب معايا كده، وحدة الموضوع، وحدة الجو النفسي، ترابط الأفكار. يعني ايه وحدة الموضوع؟ يعني الموضوع كله بيتحدث عن فكرة واحدة. طبعا أحمد شوقي الموضوع عنده مختلف، ده عنده تعدد الأغراض، ممكن يكتب في قصيدة واحدة مجموعة من الأغراض، يعني ممكن يتكلم عن حب الوطن، ممكن يتكلم عن السياسة، ممكن يتكلم عن مشكلة شخصية. فأحمد شوقي والمدرسة الكلاسيكية ما عندهمش وحدة عضوية شاملة. نستبعد دي كمان، يبقى التألف واحد واثنين وثلاثة دول خاصين بإيه يا أولاد؟ دول خاصين بالاتجاه الرومانتيكي، يبقى ما فيش توافق. ولكن النقطة اللي وقع فيها هنا خليل مطران عشان هو لسه ظاهر مع المدرسة الكلاسيكية هي وحدة الوزن والقافية يا أولاد. هتيجي تبص عندك كده، تلمعوا، يسطعوا، وجعوا، تطلعوا، فتيجي تلاقي إن في وحدة وزن فعلا وقافية.
طب والتصريع اهو في اول بيت هتلاقي عندك كلمه تنبعوا وتلمعوا. يبقى اذا انا عرفت ان في سمه جمعت ما بين الكلاسيكيه والرومانتيكيه، لان يا اولاد الرومانتيكيه دي كانت خطوه بعد الكلاسيكيه. الاجابه بتاعتنا لازم أن تظهر وحده الوزن والقافيه والتصريف. نبص بقى في الفكره الثانيه ان شاء الله. عاوزين نتكلم عن موقف شعراء الاتجاه الوجداني من الشعر القديم. اتفضل يا دكتور حسام. طبعا يا شباب، يمكن بشكر استاذنا. اول حاجه طبعا عندنا موقف شعراء الاتجاه الوجداني من الشعر القديم. حضرتك هنا حرص اصحاب الاتجاه الوجداني على ايه؟ اولا الخروج من قصر الانماط الشعريه المتكرره على مر العصور. حاجه كده حاجه عشان نفهمهم يا شباب. يعني ايه بقى حرص اصحاب الاتجاه الوجداني ان على يخرجوا من قصر الانماط الشعريه المتكرره؟ هقول لك شوقي اسير. اسير ليه؟ اسير لتعدد الاغراض. خطاب الصاحبين. يصف الناقة. البكاء على الأطلال. أبدأ بالتصريع. منهج القصيدة الجاهلية هو الأسر عند مطران. يبقى منهج بناء القصيدة في الشعر الجاهلي أو في العصر الجاهلي هو حضرتك منهج الأسر عند خليل مطران. يعني حضرتك شوقي وكل أصحاب شوقي دول يا فندم كلهم كده نظام أسير لمين؟ لتعدد الأغراض، البدء بالتصريع، خطاب الصاحبين. تاني حاجة يا شباب، قال لك ابتكار صيغة شعرية جديدة حديثة يمتزج فيها التراث بالعصرية وتكتسب فيها الألفاظ دلالات حديثة وقدرة جديدة على الإيحاء. ما هو حضرتك الراجل ابتكر صيغة شعرية حديثة، تمام؟ إيه هي بقى؟ امتزج فيها التراث بالعصرية. هتقول لي يعني إيه تراث بالعصرية؟ خلي بالك مطران بالمناسبة عشان نبقى عارفين يحافظ خليل مطران على التراث. ايه التراث يا فندم؟ قال لك التراث ان هو حافظ، خد حاجتين اتنين اهم، خد الوزن والقافيه وكمان استعمال اللغه الفصحى الصحيح. يبقى كده حضرتك تبقى انت عارف، يبقى ابتكار صيغه شعريه جديده او حديثه امتزج فيها فلان وفلان، تمام؟ والالفاظ والدلالات يا شباب، كل لفظ ليه دلاله، ليه ايحاء، بعكس كثره الالوان البيانيه. يعني لما اقول لك متفرد بصبابتي، متفرد بكآبتي، متفرد بعنائي، شوف الألفاظ هنا بتدل على إيه؟ بتدل على الوحدة والكلام ده كله. بعد كده يا شباب بيقول لي قيام الصورة الشعرية على مفهوم فني حديث ينتفع بالنظريات الجديدة. لحظة كده، هتقول لي نظريات إيه؟ هو إحنا هنا حضرتك بناخد كيمياء وفيزياء عشان نظريات؟ يا فندم الفترة دي اللي كان سافر فيها خليل مطران في فرنسا بدأ يستفيد يا فندم. يستفيد من مين؟ يستفيد من النظريات سواء كانت في الرسم. عايز حضرتك يخرج الإحساس. يخرج الإحساس إزاي؟ لو في فنان رسام ممكن يرسم له لوح، يرسم له حضرتك منظر لغروب الشمس، استفاد بالنظرية دي. لو في موسيقى بيستفيد من الموسيقى، بيستفيد من كل شيء. فلذلك بتنطلق الصورة الفنية من الوجدان، من الإحساس، تمام؟ فده حضرتك لذلك بنقول إن خليل مطران مرحلة انتقالية، يعني بيمزج بين التراث والعصرية. فالعصرية على فكرة بالمناسبة هو أول من أدخل الوحدة العضوية والصورة الكلية وامتزج بالطبيعة وعبر عن التجارب الذاتية، ودايما هتلاقي مسحة الحزن والتشاؤم، ودايما تلاقي صدق التجربة ووضع عنوان للقصيدة بعكس حضرتك مين؟ منهج بناء القصيدة في العصر الجاهلي. يبقى كده شباب هو ده موقف شعراء الاتجاه الوجداني من الشعر القديم. تفضل يا أستاذ. شكرا دكتور حسام. وطبعا يا اولاد الاتجاه الوجداني يعني هو جاي بيكسر في 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 مبادئ كانت سائده، يعني قواعد ثابته عند احمد شوقي. هو بيطبق نظريات حديثه درسها في فرنسا. خليل مطران يا اولاد زي ما هتشوفوا وعارفين قصه حياته ان هو بدا اصلا في لبنان حيث الطبيعه الساحره، وبعد كده انتقل الى فرنسا اشتغل هناك شويه، وبعد كده في بلد الجمال فرنسا جه لبلد الجمال الأكبر مصر أم الدنيا. فهو طبعا شعر عاطفي عنده زي ما الدكتور قال كده مسحة الحزن والألم والتشاؤم، عنده إحساس بالجمال. وهنتكلم عن نقطة مهمة جدا يا أولاد، إن خليل مطران يتميز عن أي شاعر آخر بتحليل العواطف الإنسانية. عنده الوصف، شعر الوصف عنده مختلف. شعر الوصف يا أولاد لازم يصف الطبيعة من خلال مشاعره وأحاسيسه، زي ما تاخد كده في نص المساء بعد كده إن شاء الله معانا
مع أصدقائي، والأفق معتكر قريح جفنه يقضي على الغمرات والأقزاء، والشمس في شفق يسيل نضاره. فهتيجي تلاقي بين العقيق على ذرة سوداء، هتيجي تلاقي هنا إن خليل مطران بيوظف الطبيعة عشان يظهر مدى الحزن والأسى، ويجي في آخر بيت يقولك فرأيت في المرآة كيف مساء. يعني إيه؟ يعني إيه رأيت في المرآة كيف مساء؟ شفت في الكون والشمس بتغرب وبتنتهي وبتموت، أنا شفت حياتي وأنا بموت أنا كمان. فهو جعل الطبيعة انعكاس لمشاعره، فهو بيتميز عن كل الشعراء الآخرين بالوصف. وأنهي وصف؟ وصف جاهلي؟ لا طبعا مش وصف جاهلي، وصف الكون من خلال مشاعره وأحاسيسه. تمام كده يا أولاد؟ نبص بقى على النقطة التانية. من لج في ضيمي تركت سماءه، هنطبق على اللي احنا خدناه واللي الدكتور حسام قال لنا عليه دلوقتي. تبكي علي بشمسها وهلالها، وهجرت روضته فأصبح وردها، لليأس كالأشواك في أدغالها، وزجرت نفسي أن تميل كنفسه عن كوثر الدنيا إلى أوحالها، نسيانك الجاني المسيء فضيلة وخمود نار جد في إشعالها. ميز مما يلي عناصر الوحدة العضوية عند الرومانتيكية من خلال الأبيات. طب احنا اتكلمنا دلوقتي لموضوع مهم جدا، عناصر الوحدة العضوية ايه؟ احنا اتكلمنا في الموضوع ده من شوية كده. عناصر الوحدة العضوية وقلنا وحدة الموضوع لسه متكلمين عنها فهنطبق عليها اهو. وحدة الموضوع ان النص كله بيتكلم عن موضوع واحد. وحدة الجو النفسي يعني تسيطر على الشاعر مشاعر واحدة، وهو كراهية الظلم والبعد عن الظالمين. تسيطر على الشاعر عاطفة واحدة وهي الجو النفسي، عاطفة البعد عن الظلم وهجران هذا الظلم. بعد كده بعد وحدة الموضوع والجو النفسي عندي ترابط الأفكار، إن كل فكرة بتسلم فكرة تانية، كل بيت يعني البيت التاني نتيجة اللي قبله أو سبب له، في ترابط بين الأفكار. ما اقدرش اشيل البيت السابع واحطه مكان البيت الاول، يعني ما اقدرش اقول نسيانك الجاني المسيئه فضيله وابدا بيها. طب ما هو ده اصلا مترتب على من لج في ضيمي تركت سماءه، يبقى انا لازم افهم كويس قوي واوظف الابيات اللي قدامي. فهنا بقى بعد ما انا فهمت عناصر الوحده العضويه، هل هتكلم عن شعر التفعيله والمرسل؟ لا طبعا، ده انا عندي وزن وقافيه اصلا، يعني انا هستبعد دي خالص. هل اتكلم عن الالفاظ الرقيقه والصور الجميله؟ دي حاجات موجوده عندهم بس دي مش تبع الوحده العضويه. هل الموسيقى الصاخبه والهادئه؟ طبعا ما بيجتمعوش مع بعض، الموسيقى الصاخبه دي في الاوزان اللي انا شايفها قدامي، لكن الموسيقى الهادئه دي موجوده في الشعر المرسل وشعر التفعيله زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى زي ما احنا اتفقنا مع بعض ان الوحده العضويه موجوده في وحده الموضوع ووحدة الجو النفسي، وهنزود عليها كمان ترابط الايه الافكار. خش على النقطة اللي بعد كده. عاوزين نشوف الدكتور بقى خليل مطران قدر يعلن هذا الاتجاه امتى. طبعا يا شباب بشكر طبعا استاذنا هنا اعلان بقى مطران المذهب الشعري، هو طبعا هذا اعلنه في مقدمة الديوان اللي هو ديوان خليل مطران، فقال هو هذا شعر عصري، مش بس كده هو فخره انه كمان عصري، وله على سابق الشعر مزيد زمانه على سالف الدهور. كمان بالإضافة قال إن هذا الشعر نظيمه ليس بعبده، ولا تحمله ضرورات الوزن أو القافية على غير قصده، ويقال فيه المعنى الصحيح باللفظ الصحيح، ولا ينظر قائله إلى جمال البيت المفرد، بل ينظر لجمال البيت في ذاته وفي موضعه، وإلى جمال القصيدة في تركيبها وترتيبها وتنسيقها وتناسق معانيها وتوافقها مع نظور التصوير. أنا هشرح حاجة يا شباب عشان نفهم. هو الراجل قال هذا شعر عصري وفخر أنه عصري، يعني بيقول لك إن الشعر ده بيتميز شعر الاتجاه الوجداني اللي بيرتبط بالعصر الحديث عن عصر الكلاسيكيين اللي بيرتبط بالقديم. بعدين قال لك له على سابق الشعر مزية، بيقول لك إن زماننا أفضل من الزمان الماضي قبلنا، وكذلك شعرنا أفضل من شعر سابقين. من الآخر كده بيتكلم حضرتك تمام على بيلقح على الكلاسيكيين. لو جينا نبص هنا، هو احنا بنبدأ هنا ان هو بيقولك ان الشعر ده عصري وفخره انه عصري،
يعني انا ما بيقول لك كده ما تقارنيش بالقديم، ما تجيبليش شعر في وزن وقافيه وتقول لي ده شعر خليل مطران، رغم ان هو وقع في الموضوع ده وكتب. وبعد كده بيقول لك الشعر بتاعي له ميزه مختلفه عن سابق الايه؟ الظهور. نبص كده على السؤال ده بيطبق الموضوع ده. خدت بالك من ايه؟ الشعر هنا ملوش دعوه بالوزن والقافيه. شفت هنا ان هو شعر عصري وفخره انه عصري؟ بيقول اهواك يا وطني يا كل ما تروي به شفه الهوى فتن، يا كل لحن في لهات الطير اعزفه ويعزفني. احنا بنطبق بقى على المقوله اللي فاتت دي. يا دكتور حسام هو بيقول لك شعر عصري وفخره انه عصري. هنا لما تلميذ من تلاميذ خليل مطران محمود حسن اسماعيل هنا طبق ان هو شعر عصري، هل هو مشى على الوزن والقافيه؟ لا طبعا. ده جدد في الموضوع. تعال نبص للسؤال كده. هنا بقى بيقول لك حدد بما لي سمه لشعر مطران ذكرها في مقدمه الديوان. هل التجربه ذاتيه وبيان سماتها الشعريه؟ هل هو ذكر ذلك في كتابه؟ ان تجربه بتبقى ذاتيه ولها سمات شعريه؟ ولا قال الحرص على تجديد الشكل الشعري؟ ولا بيان اوجه قصور المدرسه الكلاسيكيه؟ ولا الحرص على تجديد الموضوع لا الشكل؟ طبعا احنا خدنا جزء صغير جدا من مقدمه ديوانه وبنناقشه مع بعض دلوقتي، اللي هو عصري وفخره انه عصري وله على سالف الظهور ميزه مختلفه. هنا من خلال الشكل اللي ذكره دلوقتي هل هقدر اخد التجربه ذاتيه؟ اصلا محمود حسن اسماعيل بيقول اهواك يا وطني، فازاي انا بتكلم عن تجربه ذاتيه اصلا؟ يعني حتى لو اتكلم في مقدمه الديوان وقال ان هي التجارب بتاعته ذاتيه وما بيحبش التجربه العامه، هنا اصلا بيتكلم عن تجربه عامه. يبقى ابعد عن القصه دي خالص. سيب الثانيه دلوقتي. بيان اوجه قصور المدرسه الكلاسيكيه ده هو ما ذكرهاش اصلا دلوقتي في مقدمه الديوان بتاعه. الحرص على التجديد في الموضوع على الشكل، لا هو هنا بيتكلم عن الشكل. انت شايف الشكل ايه يا ولاد؟ هل ده الشعر اللي انت اتعودت عليه؟ هل ده الوزن والقافيه اللي انت اتعودت عليها؟ فهو سمع لشعر مطران ذكرها في مقدمه ديوانه في الفقره السابقه فقط، لان السؤال ده مرتبط بالفقره اللي قبله. اكيد طبعا ده شكل شعري مختلف، يبقى الحرص على التجديد في الشكل الايه؟ الشعري. ونفس الابيات دي نبص مع بعض كده. اتفضل يا دكتور، حدد نوع التجربه الشعريه من خلال الابيات. اتفضل يا دكتور. طبعا هو استاذنا قال اهواك يا وطني، هو هنا طبعا بيفكرني كده بانواع التجارب الشعريه. عندي تجربه يا شباب ذاتيه، لو حضرتك الشاعر تحدث عن نفسه او تحدث عن شيء خاص بيه هو حاجه. انا لو قلت لو تحدثت مثلا على سبيل المثال عن امي فدي تجربه ذاتيه. حضرتك لو تحدثت عن امي ثم بعد ذلك تحدثت عن فضل الامهات فكده ذاتيه تحولت لعامه. لو اتكلمت عن الوطن او قضيه خاصه بوطني تمام يبقى دي تجربه ايه؟ تجربه عامه. فلذلك هنا بيقول اهواك يا وطني تمام، فده على طول هنا الاجابه هتبقى تجربه عامه يا استاذنا. سمات الشعر عند مطران كما فهمت من مقدمه ديوان. هنا بقى بيظهر ليس ناظمه بعبده. يعني يا دكتور ليس ناظمه بعبده يا دكتور؟ اتفضل. يعني يا استاذنا الشاعر ليس عبدا للوزن والقافيه اللذين يجبرانه على اختيار الالفاظ ضعيفه ليستقيم الوزن او تكتمل القافيه. وده اللي احنا شفناه دكتور دلوقتي مع محمود حسن اسماعيل، هل هو تقيد بالوزن والقافيه؟ لم يتقيد يا استاذ. صح جدا، وده اللي بياكده في به يا دكتور، بيقول لك لا تحمله ضرورات الوزن والقافيه على غير قصد، يعني انا ممكن انوع في الالفاظ او في القوافي، اهم حاجه اطلع الدفقه الشعوريه التي بداخلي. طيب اتفضل يا دكتور، يعني ايه يقال فيه المعنى الصحيح باللفظ الصحيح؟ يعني الشاعر بيختار أدق الألفاظ ليعبر عن المعاني الصادقة غير المبالغ فيها. تمام. طب لما جينا قلنا مثلا في بعض الأبيات الشعرية لخليل مطران واتكلم وكرر بعض الألفاظ، هل ده يبقى كده اختار اللفظ الصحيح للمعنى الصحيح يا دكتور؟ أو مثلا إن هو جاب لفظة ويجوز أن يأتي بلفظة أقوى منها، هل ساعتها يبقى حقق هذا الشيء ولا لم يحققه؟ طبعا هو اكيد طبعا يا استاذ احمد لازم عشان اجيب اللفظ الصحيح يعني معناه ان انا ما استخدمش لغه عاميه، لكن هو طبعا خليل مطران بيستخدم كل الفاظ ليها دلاله وليها ايحاء معين،
فلذلك دايما خليل مطران بيستخدم بالفعل المعنى الصحيح باللفظ الصحيح خارج بعيد عن اللفظ العامي، وفي نفس الوقت بيستخدم اللفظ الصحيح، ودي يعتبر اللي هو الرجوع او شيء من التراث اللي هو موجود في مين؟ موجود عند خليل مطران. فعلا، ولما قال وخواطري تبدو تجاه نواظري كالما كدامية السحاب إزائي، هل هو هنا وفق الشاعر وجاب اللفظ الصحيح للمعنى الصحيح في كلمة إزائي؟ لا طبعا، لأنه قال إيه؟ وخواطري تبدو تجاه، تجاه يعني أمام، أمام نواظري يعني أمام عيني، كلمة كلمة يعني جريحة، كدامية السحاب إزائي أمامي. طب أنت إزاي بتقول خواطري أمامي وترجع في الآخر تقول كدامية السحاب إزائي أمامي؟ فهنا لم يختار الكاتب اللفظ الصحيح للمعنى الصحيح. طب يعني إيه يا دكتور لا ينظر إلى جمال البيت بمفرده بل ينظر لجمال البيت في ذاته وفي موضعه؟ تفضل يا دكتور. في الشعر القديم يا أستاذنا كانوا يقولون أفضل بيت قيل في الغزل، وأفضل بيت قيل في المدح، والبيت بمفرده يحمل معنى كاملا، أقدر أحكم على البيت أو جمال البيت بما فيه من فكرة أو صورة. أما في الشعر الوجداني بقى حضرتك، فالبيت بمفرده غالبا غالبا لا يعطي معنى مستقلا، إنما يرتبط معناه بما قبله وبما بعده. يعني حضرتك لازم، كان قديم ودايما بنقول وحدة البيت، الوحدة وحدة البيت يا شباب، يعني الشاعر بيستوفي المعنى في بيت أو بيتين أو أكثر، وهذا يؤدي إلى تعدد الأغراض، ومن ثم يؤدي إلى تفكك القصيدة. وحضرتك دايما كانت القصيدة في العصر الجاهلي متفككة، فلذلك ما بننظرش أبدا أبدا لجمال البيت، لكن بننظر حضرتك لمين؟ للقصيدة ككلها. ده بيربط ده حضرتك، يعني لا يعطي معنى مستقل ولكن يرتبط بمعناه بما قبله وبما بعده. يحضرني نعم موقف الاستاذ عباس محمود العقاد، تمام. عمل ايه؟ يعني انا شفت له نقد جميل جدا لاحمد شوقي زمان كده، جاب قصيده لاحمد شوقي فيها 50 بيت مثلا او 30 بيت. عمل ايه في النقد بتاعه؟ راح جاب البيت ال 50 او ال 30 وحطه في البيت الاول، وجاب البيت الاول وحطه في النص، وجاب البيت ال 15 راح ملخبط له القصيده. انا شفت النقد ده فعلا. وبعد كده قال له اقرا، اقرأ القصيدة هتتقري. ليه يا ولاد؟ لأن كل بيت وحدة مستقل عما قبله وعما بعده. صحيح فده صحيح نقد من ضمن النقد من تلاميذ مطران قدر ان هو ينقد صحيح احمد شوقي. اتفضل يا دكتور. بالفعل، لان احمد شوقي يا استاذنا لو انا قلت البيت وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني اليه في الخلد نفس، هتلاقي البيت بيعبر عن الوطنيه الصادقه وحب شديد للوطن. ممكن افهم البيت على فكره ولست بحاجه الى نظر في البيت السابق او اللاحق، فعطى معنى مستقل. لكن لو مطران قال مرت خلال غمامتين تحضرا وتقطرت كالدمعة الحمراء، مش هعرف البيت ده اصلا بيتكلم على ايه، وعشان اقدر افهم البيت ده لابد ان تقرأ ما قبله وما بعده. وهنا برضو يا اولاد بالنسبه للمثال اللي قدامنا ده، احنا لسه قاريين الابيات دي مع بعض. ميز مما يلي سمه من سمات الالفاظ عند الرومانتيكيه من خلال الابيات. مش هو قال يا اولاد هذا شعر عصري وفخره انه عصري؟ خدت بالك بقى احنا بنطبق اللي احنا خدناه، ما احنا هناخد الجزء ونطبق عليه. هل هنا الالفاظ اللي قدامي دي جزلت الالفاظ؟ يعني ايه جزله؟ يعني قويه جدا لدرجه ان انا ابذل مجهود كبير جدا في فهم هذه الالفاظ؟ لا طبعا، ده واضحه. طب لو جينا مثلا تراثيه الالفاظ او الالفاظ الرقيقه والصور الجميله، طب هنا في الفاظ رقيقه، طب ايه اللي دخل الصور؟ انت بتكلمني عن الالفاظ بس، يبقى سمه من سمات الالفاظ يبقى ما دخلش الصور، يبقى استبعد اتنين، لان انا عندي الفاظ رقيقه ولكن في صور جميله، فمش هينفع ادخلها في الالفاظ. طب لو جينا خدنا رقم ثلاثه تراثيه الالفاظ، هنقول ازاي يستوي هذا مع شعر انه عصري وفخر انه عصري وله على سابق الازمان مزيه مختلفه؟ فهنا البعد عن الغريب النابي. يعني ايه يا اولاد البعد عن الغريب النابي؟ يعني انا ابعد عن كل الفاظ غريبه يصعب على الطالب فهمها، وابعد عن الغريب النابي المهجور البعيد. فهنا فعلا الالفاظ قدامي بعيده عن الغريب الايه؟ النابي. نبص مع بعض كده سمات الشعر عند مطران كما فهمت من مقدمه ديوانه. الجزء ده طبعا اتفضل يا دكتور. هنتكلم هنا عن جمال القصيده بقى. احنا اتكلمنا عن البيت وترتيب الابيات والوحده العضويه. هنتكلم هنا مع الدكتور حسام عن جمال القصيده. اتفضل.
هو بينظر يا شباب لجمال القصيده طبعا، او الحكم على جمال القصيده بيعتمد على عده جوانب، تمام؟ من اهم حاجه طبعا يا شباب عندي تركيب القصيده وترتيبها وتناسق معانيها وتوافقها مع ندور التصوير وغرابه الموضوع، ولا بد ان تكون مطابقه كل ذلك للحقيقه وشفوفه عن الشعر الحر وتحري دقه الوصف. انا همسك لك حاجه كده بسيطه يعني. طبعا جمال الصور والابتكار فيها، فالصوره الجميله هي الصوره المبتكره التي لا تعتمد على تقليد القدماء، يعني نادرة الصورة أي جدتها وعدم شيوعها في القديم. التجديد في الموضوع يا شباب، لازم القصيدة الجديدة مكان موضوعها جديد، لا تقليد للقدماء، يعني ما تجيبليش غرابة الموضوع يقصد بها مطران غرابته كما تعودنا سماعه من شعراء الكلاسيكية. ولازم يكون مطابق للحقيقة، يعني مطابق للألفاظ والصور لما يحسه الشاعر دون تكلف أو تصنع. شفوفه عن الشعور الحر طبعا لتعبيره عن العاطفة الحرة الصادقة، مش مفتعلة يا شباب، وده يعيب على الكلاسيكيين الذين يفتعلون العواطف في المدح والرثاء. أما تحري دقة الوصف والاستيفاء على القدر، فالشاعر بيصف الطبيعة وصف دقيق يتفق مع العاطفة. فهنا يا شباب أقدر أحكم على جمال القصيدة من عدة الجوانب اللي احنا إيه قلناها دول. اتفضل يا أستاذ. شكرا يا دكتور. فطبعا واهم نقطه في دول يا اولاد شفوفه عن الشعور الحر وتحري دقه الوصف، وده اللي انا كلمتكم فيه من شويه، شعور حر وتحري دقه الوصف، يعني بيصف الكون من خلال مشاعره واحاسيسه، وكانني انست يومي زائلا فرايت في المراه كيف مسائي. قلت لك صور الغروب والشمس بتموت وبتنتهي، وصور الايه الشفق الأحمر الباكي وهو يغرب، وبعد كده أتى الظلام والموت ألم وأحاط بالشمس والنهار، فبيقول لك إيه؟ وكأنني آنست يومي زائلا. خلاص أنا حسيت زي ما الكون بيرحل والنهار بينتهي، أنا حسيت كمان إن أنا كمان برحل وبنتهي، فرأيت في المرآة كيف مسائي. فأنا عاوز أطبق يا شباب الكلام ده، أطبق الكلام، إحنا مش بنحفظ، إحنا بنطبق كل نقطة من دي على الأشعار اللي هنشوفها مع بعض. عندنا هنا مآخذهم على الإحيائيين، يعني هنا الاتجاه الوجداني بيتكلم عن أخطاء وقع فيها مدرسة الإحياء والبعث أو المدرسة الكلاسيكية. يعني إيه يا أولاد استلهام النماذج البيانية القديمة؟ يعني بيقلد الوزن، بيقلد المظاهر الجمالية مثل الاستعارة والكناية والتشبيه القديم. اهتمامه بشعر المناسبات، يعني لما يجي يتكلم مثلا عن الملك فاروق، أو يتكلم مثلا عن مؤتمر للمرأة، قم حي هذه النيرات، حي الحسان الخيرات، واخفض جبينك هيبة للخرد المتخفرات. يبقى هنا بيتكلم عن شعر مناسبات، يقول لك مثلا مؤتمر اقتصادي أو مؤتمر مثلا لعدل يكن، وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. هنا بيتكلم عن مؤتمر لعدل يكن لما رفض ان هو يتعاون مع انجلترا خلاص في لجنة ميلنر، فده شعر مناسبات. اهتمامهم بقشور الاشياء، وده نتيجة يا اولاد لاهتمامهم بشعر مناسبات. ما انا طبعا بتكلم في الحاجة الظاهرة قدامي، لكن انت يا عم خليل مطران بتتكلم في جوهر الاشياء، تتكلم في شعورك، الشعور الحر، شفوفه عن الشعور الحر، تحري دقة الوصف، يبقى أنت أكيد عندك تعمق. لكن أنت بتاع المدرسة الكلاسيكية أنت مهتم بالقشور، لأن أنت ليك الظاهر شعر مناسبات شكل قديم. بيعيبوا برضو على المدرسة الكلاسيكية المبالغة وعدم الوضوح والصدق في شعرهم، أكيد طبعاً يا أولاد لأن هما بيقلدوا القدماء. وقلنا إن المدرسة الكلاسيكية دي كانوا عاوزين يحيوا الشعر بعد الموات في العصر المملوكي والعثماني، فأكيد لازم أن يجيب لك بداية عصر القوة، فبدأ يقلدهم. عدم مراعاة الوحدة العضوية، طبعا أكيد، ما احنا اتفقنا أن خليل مطران بيأكد على وحدة الموضوع، وحدة الجو النفسي، وترابط الأفكار، فأكيد أحمد شوقي والمدرسة الكلاسيكية ما كانش عندهم وحدة موضوع. وكمان هقول لك حاجة مهمة، خليل مطران كان مرحلة انتقالية ما بين الكلاسيكية والوجدانية. لو والله يا أولاد أنا مسكت قصائد لخليل مطران ما فيهاش وحدة عضوية، أكيد طبعا أنت لسه بتجدد، فأكيد هتقع في اللي كان واقع فيه في القديم. رحت معرض الكتاب وجبت ديوان كامل لخليل مطران وابتديت أبص على القصيدة بتاعت المساء،
لقيت فيها ابيات عن الاستعمار، ولقيت فيها ابيات عن الملك فاروق، فلقيت فيش وحده عضويه اصلا، ما فيش. فخليل مطران وقع فيما عابه على من سبقه. عدم وضوح الشخصيه اكيد بسبب الاهتمام بقشور الاشياء، وده الدليل على شعر المعارضات لما احمد شوقي كان بيعارض سينيه البحتري. كان بيعارضه، يبقى اكيد بيجيب شخصيه، بيستدعي شخصيه قديمه. فاكيد شخصيه شوقي مش موجوده. طب ليه احمد شوقي ومحمود سامي البارودي كانوا يلجؤون الى المعارضات؟ ليظهروا ان الضعف الذي اصاب اللغه العربيه ليس من اللغه العربيه وليس من الشعر، ولكن من الشعراء انفسهم، شعراء العصر المملوكي والعثماني، ما كانوش بيتكلموا عربي. وبكده يا اولاد عرفنا اهم العيوب عند الاحيائيين. عندي هنا انا شاعر ما زلت ارسم من نزيف الجرح أغنية جديدة، ما زلت أكتب رغم أن الحرف يقتلني، ويلقيني أمام الناس أنغاما شريدة وأمنية عنيدة، ينساب سهم طائش في الليل يسقطها شهيدة. هنا بيقول يا شباب ميز مما يلي سمة مخالفة لشكل القصيدة الكلاسيكية. هنا عايز بيقول إيه بقى؟ إيه الحاجة اللي خلفت القصيدة الكلاسيكية؟ في الشكل. هل هو شباب عندي من السمات موسيقى صاخبة؟ تكلمنا عن وضوح الفكر، تكلمنا عن الألفاظ الرقيقة، ولا تكلمنا على شعر التفعيلة والمرسل؟ ولاحظ كده حضرتك ان هو بص الكلمة نفسها، انا شاعر وسكت. لاحظ ده مش شعر عادي، مش شعر عمودي ولا شعر عادي تقليدي، مفيش لا شطرة ولا شطرة. انا شاعر وسكت، أفنية جديدة سكت، ما زلت اكتب، ودي سطور. فده يا شباب اسمه شعر مين؟ شعر التفعيلة أو الشعر المرسل. الشمس في شفق يسيل نضاره فوق العقيق على زرى سوداء، مرت خلال غمامتين تحضرا وتقطرت كالدمعة الحمراء. حدد مما يلي، وأنا قلت لك طبعا خلي بالك هنا أهم سمات الرومانتيكية من حيث التجربة الشعرية. وضحنا دلوقتي أنا والدكتور حسام إن التجربة الشعرية، ما أنا مش عاوز أحرق لك السؤال، نبص على الإجابات كده وندي لحظة من الثواني للتفكير، هتلاقي إن هو بيتكلم هنا التجربة الشعرية عندي تجربة إيه وإيه وإيه، تجربة عامة وتجربة ذاتية، وتجربة ذاتية تحولت إلى عامة، وعامة تحولت إلى ذاتية. طب هنا بيتكلم والشمس في شفق يسيل نضاره، واكتب كده معايا حبيبي، النضار هو الذهب الذائب فوق العقيق، لأن أنت لسه ما خدتش النص ده، العقيق حجارة كريمة حمراء على زرى سوداء، زرى يعني مرتفعات، مرت خلال غمامتين تحضرا. شفت بقى بيمزج الحالة النفسية بتاعته بالطبيعة، يقول لك الغمامة دي اللي مشيت بين السحابتين، الشمس بين السحابتين دول بقت عاملة زي الدمعة الحمراء، ويقول لك ورأيت في المرآة كيف مساء. فهنا بيتكلم عن حاجة عامة تشمل جميع البشر، ولو بيتكلم عن حالة نفسية وتقطرت كالدمعة الحمراء، هل هنا ذاتية تجمع بين الشاعر والمتلقي، ولا التجربة الشعورية هنا قصيدة بناء عضوي كله متماسك؟ احنا عرفنا الكلام ده، ان القصيدة عند المدرسة الوجدانية قصيدة زي البناء جسم الانسان، مفيش عضو يبتعد عن التاني، ولا شيوع الحكمة بالوحدة العضوية. فهتلاقي ان الاجابات عندك يعني بعيدة شوية، وتحس ان انت مشتت. ما انا بقول لك ان لازم ان يبقى في اجابة صح وثلاث مشتتات. هي دي اسمها ايه يا اولاد؟ اسمها تجربه شعريه. تجربه شعريه يبقى لازم سمات الرومانتيكيه من اهم سماتها ان القصيده عندهم بناء عضوي كامل. يعني ايه بناء عضوي؟ مش انا قلت لك من شويه ان ما ينفعش ان انا اجيب البيت الخامس واحطه في الاول؟ ينفع ايديك احطها مكان رجليك؟ فهنا أهم سمات الرومانتيكية إن القصيدة عندهم بناء عضوي، مفيش شيوع حكمة، مفيش ذاتية هنا حتى لو بيتكلم عن الموضوع بتاعنا. ده أنا بتكلم عن أهم سمات الرومانتيكية، ما بتكلمش عن أنواع التجربة الشعرية. فركز بقى، لو أنا بتكلم عن أنواع التجربة الشعورية هتكلم عن تجربة عامة وذاتية، وذاتية تحولت إلى عامة، ولكن بقول لك سمات الرومانتيكية اللي هي عرضها في مقدمة الديوان. لا ينظر إلى جمال البيت في مفرده، ولكن ينظر إلى جمال البيت في القصيدة، في ترتيبها، في تنسيق معانيها. يبقى هي بناء عضوي،
كل متماسك. السؤال اللي بعد كده، شاعر هز دولة الشعر هزا، ساجلته الطيور ظهرا تبزا، لم يفته الجديد فافتتن فيه واتخذناه للبداوة رمزا، لم يدن سراعه بهجاء أو يحمل لسانه العف رجزا. استنتج مما يلي منهج مطران الشعر من خلال فهمك للبيت الثاني. البيت الثاني يا شباب هنا بيتكلم على اهتمامه بالشعر المناسبات، وبيتكلم على شاعر وهز دولة الشعر هز، تمام، ولم يدنس. هل هو في وحدة بيت؟ احنا قلنا وحدة البيت طبعا صعب. طب غلبة جانب وجداء البياني؟ لا مفيش. هو لاحظ هنا يا شباب جمع بين القديم والجديد، جمع بين مين؟ القديم والجديد. لأنه قال يا دكتور هنا لم يفته الجديد فافتتن فيه واتخذناه للبداوة رمزا، يعني هو بيقول لك هنا في البيت الثاني ان هو وازن ما بين الجديد والقديم. لم يفته الجديد يعني هو برضه تمسك بالجديد بس ما افتتنش بيه في نفس الوقت، واتخذناه للبداوة رمزا. ما هو البداوة دي يا اولادي يعني القديم، حياة البادية، فهو جمع ما بين الشعر الجديد والشعر الايه القديم. وهنا يقول مطران: يا خير فرع في الفروع وخير أصل في الأصول، من دوحة ميمونة خضراء في كل الفصول، فاروقنا الملك المفدى هل يقاس إلى مثيل. حدد بما يلي سمة شعرية موضوعية عابها مطران على من سبقوه. طب ازاي انت عبت يا عم مطران في من سبق من الشعراء وانت وقعت فيها؟ ده انت بتقول فاروقنا الملك المفدى هل يقاس الى مثيل. فهنا في شعر مناسبات. يبقى هنا انا قلت لك واكدت معاك ان شعر خليل مطران والمدرسه الرومانتيكيه هي مرحله انتقاليه ما بين الكلاسيكيه والرومانسيه او الرومانتيكيه، فاكيد يا اولاد طبيعي لازما اقلد القدماء في شيء، ما انا مش هقدر اجدد بدرجه 100%. وبكده قدرنا نصل إلى نهاية الحلقة الجميلة بتاعتنا، وشكرا. كان معكم أستاذ أحمد الشاعر وصديقي العزيز دكتور حسام البدري. أشكرك طبعا أستاذ أحمد، وبنرجو طبعا من الله سبحانه وتعالى أن طلابنا يكونوا فهموا طبعا الاتجاه الوجداني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.